مساء الخير، دي تجربة بلانك، تجربة نمرة واحد في المعمل. التجربة دي الهدف منها ان احنا نقيس حاجة اسمها الكاركترستيك بتاعت الفوتو سيل. الفوتو سيل المنظر بتاعها مرسوم هنا. تطلعي الفوتو سيل خدناها في المحاضرة في الفوتو الكتريك افكت، هي بيبقى عبارة عن معدن لما بينزل عليه الضوء الفوتونز بتقابل الالكترونز، الالكترون بيمتص الطاقة بتاعت الفوتون وبيحصل له احيانا ان هو يقدر يتحرك من مكانه ويسيب السيل ويعمل كرت في الدايرة. فاللي احنا هنقيسه ان احنا ننزل ضوء بالوان مختلفه، كل لون مختلف يعني فريكوانسي مختلف او ويف لينكس مختلف يعني طاقه مختلفه اكوردنج للنظريه النسبيه وحاجات تانية هناخدها في المحاضرات. الطاقه بتاعت الفوتون بتعتمد على اللون، يعني كل ما اللون بيتغير ده معناه طاقه مختلفه. الانرجي بتساوي اتش في الفريكوانسي. اللون احمر ليه فريكوانسي، اللون الازرق ليه فريكوانسي مختلف، اللون الاصفر ليه فريكوانسي مختلف. اللمبه اللي هنا لمبه زئبق، ليه لمبه زئبق؟ ده سؤال. ليه مش لمبه الصوديوم اللي موجوده في التجربه اللي جنبنا اللي هناك، تجربه نيوتن رينكس؟ اللي هناك لمبه الصوديوم بتطلع لون واحد بس اللي هو اللون الاصفر. التجربه هنا فيها لون اللي هو ابيض مزرق شويه، اللمبه دي بتطلع الوان كتير تقترب من اللون الابيض. ليه ابيض مزرق؟ لان اللون الاحمر هنا ضعيف شويه. المهم يعني احنا عايزين مالتي كلر سورس مش مونو كلر سورس، مالتي كلر سورس. ليه؟ علشان يبقى عندي الوان كتير اجرب بقى كل لون ليه فريكوانسي مختلف هيطلع طاقه مختلفه فهيديني كارنت مختلف قيمته مختلفة هنا. طبعا كل ما الفريكوانسي عالي يبقى اتش اف الطاقة بتاعت الفوتون تبقى اعلى، فاتوقع انه طلع تيار اكتر، صح كده؟ طيب مين اعلى فريكوانسي؟ اللون الاول الاسبكترم اللون الاحمر. اللون الاحمر الويف لينكس بتاعه هو اعلى حاجة اللي هي قرب 700 نانو متر. اوطى ويف لينكس اللي هو اللون الازرق، اللون الازرق اللي هو 400 نانو متر، يبقى من 400 نانو ل 700 نانو. اوطى ويف لينكس اللي هو 400 نانو اللي هو اللون الازرق هيبقى اعلى فريكوانسي، صح؟ لان فريكوانسي بيساوي سي على لمده، سي سرعه الضوء. فانا اتوقع ان اللون الازرق اللي هو اوطى طول موجي هيبقى اعلى فريكوانسي، يبقى ده اكتر فوتون ليه طاقه، يبقى اكتر كارنت هيعدي لما اجرب الالوان مع بعض. طب هجرب الالوان ازاي؟ اول حاجه انا عندي هنا السورس ده اللي بيطلع كهرباء بتشغل اللمبه بتاعت الزئبق. السورس ده كل اللي انت بتعمله انك بتدوس على الزرار هنا الاون بتاعه اللي هو باللون البرتقالي فهيشتغل. اللمبه دي هتنور، هتستنى عليها 10 دقايق علشان تسخن وتطلع الضوء بتاعها كويس. في مروحه هنا يا ريت تشغلها عشان المروحه دي بتبرد اللمبه شويه عشان اللمبه دي بتسخن جامد. يا ريت ما تحطش ايدك على اللمبه زي ما انا عم تقلدنيش كده، خلاص هي اللمبه دلوقتي بارده بس كمان شويه هتلاقيها سخنت قوي، فما تحطش ايدك على اللمبه، خلاص. الضوء اللي طالع من هنا بيستقبله الفوتو سيل، بس في وش الفوتو سيل في حاجتين، في عجلتين هنا، في عجله فيها الوان فلاتر بتعدي بس الاصفر او الاحمر او الازرق او واتيفر، فلتر بيعدي لون واحد بس. وراها عجله تانية، العجله التانية دي عباره عن عدسه مكتوب الدايمتر بتاعها 4 مللي او 6 او واتيفر يعني. العجلتين دول بيعملوا ايه؟ العجله اللي من قدام دي لما بغيرها معنى كده ان انا بغير اللون اللي بيخش للفوتو سيل. انهو لون اللي بيخش؟ العجله اللي انا بظبطها تبقى من فوق خالص، يعني انت لو بصيت في العجله، العجله دي بيبقى فيها الوان كده كويس، العجله دي بتلف، فلما اللون اللي بيبقى من فوق خالص ده على الشرطه العلويه هنا هو ده اللون اللي بيدخل. انا كده على الوضع ده انا مش مدخل الوان، انا كده حاطط ايه؟ دي دايره مقفوله فما فيش الوان داخله. كده مثلا ادخل مثلا ادي اللون الازرق او البنفسجي او واتيفر او اللون الاصفر او اللون الاحمر وهكذا، وكل لون بيبقى قصاده الرقم بتاع الويف لينكس بتاعه مكتوب فوقيه، مش محتاج انك تخمنه. يعني ادي لون اهو اللون الاحمر مثلا وهو كاتب الويف لينكس 577 نانو متر اللي هو قرب ال 700 وقرب اخر السبيكترم يعني. طيب يبقى احنا عرفنا كده العجله الاولانيه دي الفلاتر. العجله اللي وراها العدسه، العدسه هنا مكتوب فاي 2، فاي 2 يعني دي القطر بتاعها 2، في فاي 4 وهكذا. كل الفاي ما يكبر معنى كده انها بتعدي كميه ضوء اكتر، يعني انتنسيتي اكتر. في المحاضرات ايه الفرق بقى بين الانتنسيتي او الشده بتاعه الاضاءه والطاقه بتاعه الفوتون؟ شده الاضاءه او الانتنسيتي معناها كم فوتون، عدد الفوتونات ان، عدد الفوتونات مضروب في طاقه الفوتون الواحد، يعني ان مضروبه في اتش اف. كل ما الانتنسيتي عليت يعني خليت العدسه تسمح بشده الاضاءه اكتر يبقى كاني بنزل عدد فوتونات اكتر من نفس اللون. فانا عندي اتنين فاكتورز، اللون هو ايه يعني تردد كام او ويف لينكس كام، ده العجله الاولانيه. العجله الثانيه بعدي كام فوتون بقى، بعدي الشده كام، بسمح بشده كبيره بحط عدسه واسعه تسمح بحاجه تعدي كتير ولا عدسه ضيقه تعدي عدد قليل من الفوتونات. فانا عندي اتنين فاكتورز بلعب بيهم، الاثنين دول بيغيروا بقى التيار اللي هيطلع من الفوتو سيل اللي انا ابتدي اقيسه من هنا، كويس؟ يبقى انا عندي اتنين فاكتورز بلعب فيهم.
الفاكتور الاولاني يعني في الجزئين بقى بتوع التجربه، في الجزء الاولاني في التجربه انا بظبط الفاي على 4، هو طالب مني اظبط الفاي على 4 وهثبت الانتنسيتي، هيبقى في فاكتور ثابت مش هلعب فيه. يبقى هلعب في مين؟ في الفاكتور الثاني اللي هو الالوان. في الاول خالص هعمل حركه اسمها كاليبريشن. كاليبريشن يعني ان انا هخلي المفروض العجله المظلمه خالص اللي هو ما فيش ولا لون داخل، هي دي قافله كده على الفوتوسيل، يبقى الفوتوسيل مش داخل لها حاجه خلاص كده. لما الفوتوسيل ما يدخلهاش حاجه اتوقع بقى قرايه الاميتر، ده اميتر الجهاز اللي من فوق، ده اميتر اللي هو واصل بالفوتوسيل، البتاع الكبير ده كله مش اكتر من اميتر خلاص كده. بس هو ضخم قوي كده ليه؟ علشان ده حاجه سوفيستيكيتد، التكنولوجي عاليه، عشان يقدر يقرا كارنت صغير جدا. الكارنت اللي احنا بنقراه لو بصيتوا في الاميتر هتلاقوا فيه سكيلز، فيه سكيل هنا 10^8، 10^9، 10^10، لحد 10^13. فاحنا بنقيس كارنت في رينج صغير جدا جدا جدا، ده محتاج اميتر كويس قوي قوي قوي، مش كارنت بالامبير سهل انه يتقاس يعني. طيب المفروض ان انا اتوقع لما يكون هنا انا قافل قصاد الفوتوسيل، المفروض الكارنت بقى هي مفيش ضوء نازل لها، صحيح اللمبه شغاله بس مفيش حاجه هتوصل للفوتوسيل، يبقى المفروض الكارنت اللي تيري هنا كام؟ المفروض زيرو. بس حقيقه لو انت نزلت بالسكيل لحد 10^13، 10^13 دي اللي هي اصغر حاجه ممكن يقيسها، هتلاقي في شويه كارنت هنا، ده بنسميه النويز، او النويز اللي هي السيجنال اللي موجوده في الطبيعه كده احنا مالناش كنترول عليها. يعني ممكن الفوتوسيل دي تكون بتطلع كارنت على الرغم من عدم وجود ضوء نازل عليها، ليه؟ في حاجه في السيمي كوندكتور، ده في الاخر عباره عن ميتال او سيمي كوندكتور، ده بيبقى في الاخر فيه دارك كارنت، يعني في كارنت بيطلع نتيجه تاثيرات حراريه مثلا، مش بالضروره يكون ضوء، ممكن يكون ثيرمال. فالمهم انا يهمني ان اعمل كاليبريشن بقى للاخ ده. يعني كاليبريشن لما يكون هنا انا قافل على الفوتوسيل مفيش ضوء داخل، اتوقع ان هنا يكون القرايه كام؟ زيرو. ما حصلش زيرو هعمل كاليبريشن، هروح بقى دايس على الزرار بتاع السيجنال اللي فوق ده جنب القرايه، جنب القرايه في زرار برتقاني كده، ادوس عليه لجوه هيبقى في الكاليبريشن مود. هو في 2 مودز، واحد يبقى كاليبريشن، ادوس لجوه يبقى كاليبريشن، ادوس عليه يطلع لبره تاني يبقى مش كاليبريشن، يبقى اوبريشن، يبقى بيقرا او مش. فهدوس لجوه يبقى انا كده في الكاليبريشن، والعب في العجله اللي تحته اللي هي كارنت ادجاست دي، العب في العجله اللي تحته لحد ما اخلي القرايه تبقى صفر، اخلي القرايه تبقى صفر. معنى كده ان انا عملت كاليبريشن، اصبح لما ما فيش ضوء قصاده كارنت في الاميتر صفر، يبقى كده الاميتر ده كاليبريتد كده، اقدر اشتغل. ادوس بقى على زرار السيجنال ده كده في الميجر مود، كويس كده، كده اصبح في الميجر مود. اول جزء في التجربه سهل قوي، كل اللي انا هعمله ان انا هغير اللون بقى من هنا، هغير العجله واقيس ده هيبقى مين، ده هيبقى اللامدا سي على اللامدا يعني الفريكوانسي، ده المتغير الاولاني. قصادها هدور على الستوبنج بوتنشال، يطلع لي الستوبنج بوتنشال ده الجهد اللي يخلي الكرنت اللي طالع من الفوتوسيل بيساوي صفر. طيب تعالوا نشوف دلوقتي هنا المفروض ان في عجله مثلا شغلتها، معلش حد يثبت، حد يلف العجله دي كده، لف العجله اللي من بره، ايوه حط ايوه لف ايوه لف مثلا اللون ده اللي هو 365 نانومتر، كويس. اروح اشوف ده قصاده في كرنت، دلوقتي في ضوء نازل خلاص اهو، دلوقتي كده انا سمحت ان في ضوء ينزل، اللمبه دي هتطلع الوان كتير هتفلتر منها، بس اللي هيعدي اللي هو 365 نانومتر ده، نانو يعني كام؟ 10^9. تمام، ده بيطلع طبعا ده اصغر ويف لينكس عندنا، يعني ده اطول، اصغر ويف لينكس يعني اكبر طاقه لان اكبر فريكوانسي، فده هيطلع لي اكبر كارنت هنا. اتوقع الالوان اللي بعد كده كل ما زود الويف لينكس الفريكوانسي يقل، فطاقه الفوتون تقل فاقرا كارنت اقل. حلو، دلوقتي لما جيت اقرا لقيت الاميتر طلع اوت اوف رينج، انا كنت شغال على الرينج الصغير اللي هو 10^13 في الاول، دلوقتي اداني علامه واحد وسكت، معنى كده ان انت الرينج بتاعك غلط، تغير بقى المالتيبليكيشن فاكتور هو 10^13 تخليه 12، هل يقرا ولا ما قراش؟ ما قراش برضه. 10^11 قرا ولا ما قراش؟ ما قراش. اقرا بقى 10^10 قرا، قرا كام؟ 338 في 10^10 امبير، يبقى ده الكرنت اللي بيطلع لما يكون الفوتوسيل قدامها اللون ده، خلاص كده؟ طيب الكرنت ده انزله لزيرو ازاي؟ حاجه اسمها ستوبنج بوتنشال، اللي تحت الاخ اللي تحت ده الزرار اللي تحت على اليمين، الجهاز اللي تحت بقى ده اللي تحت ده باور سورس، مصدر جهد، اللي فوق ده اميتر مش اكتر من كده، اللي تحت ده باور سورس، ماشي الحال. الباور سورس ده برده فيه هنا في الزرار البرتقاني اللي على اليمين ده 2 مود، تدوس لجوه يشتغل الجهد من 0 ل 4.5 فولت، تطلعه بره يشتغل من 4.5 فولت ل 30 فولت. طبعا لما تدوس لجوه تشتغل من 0 ل 4.5 يبقى يشتغل بدقه اكتر،
بس لو انت مش محتاج دقه محتاج ارقام عاليه تدوس تطلعه لبره يبقى اشتغل من 4.5 ل 30. طيب تعالى نشوف بقى جهد كام، تعالى نبتدي من 0 ل 4.5 نحسن الظن بيه ان هو 4.5 هيقول معانا يعني. انا عايز الجهد بقى اللي يصفر الكرنت، يبقى عيني على الكرنت فوق وتحت العب بقى في الجهد بتاع الستوبنج بوتنشال اللي هو الجهد اللي يوقف الكرنت ده. واضح ان كده انا بزود، لا انا كده بزود، يبقى انا ايه العب الجهد الناحيه الثانيه كده الكرنت بيقل ولا لا؟ بيقل صح، 300 ومش عارف كام ومش عارف كام ومش عارف كام، يا مسهل ينزل لصفر. انا عايز الكرنت ينزل لصفر. طبعا الستوبنج بوتنشال لازم يطلع بالسالب لان هو ريفرس بايس، بيوقف يعني بيعمل جهد عكس الالكترون، لو اديت الالكترون جهد سالب اوقفه. 4.5 برضو ما جابش الرينج بتاعنا. طيب هو ده الرينج 10.5. كده انا لما قلل لما زودت الجهد قللت الكرنت، فممكن احتاج ان انا انقل المالتيبليكيشن فاكتور لان الكرنت بيقل معايا، فممكن احتاج انقل مع 10.5 10.5 11 يعني. اها ايوه ايوه بس خلاص كده. دلوقتي الجهد ناقص 1.8 أو 9 من 10 تقريبا، ده اللي بيديني كارنت بيساوي صفر. يبقى دي اول قرايه عندي في الجدول بتاع الجزء الاولاني، ان الويف لينكس الفلاني احوله فريكوانسي، طلع في الاول كارنت كام ما يهمنيش، انا بدور على الستوبنج بوتنشال الجهد اللي يوقف الكارنت ده، ده اللي هو مقياس للطاقه بتاعت الفوتون. كل الفوتون طاقته اعلى يبقى انا هحتاج جهد يوقف الالكترون اكتر، صح كده؟ مش الفوتون هو اللي بيدي طاقه للالكترون عشان يجري، فالفوتون لو طاقته اعلى عشان انا اوقف الالكترون بحتاج السوبر بوتنشال اعلى، صح كده؟ هغير بقى بعد كده اللون، لما اغير اللون هيتغير الانرجي، طبعا انا ابتديت باقل ويف لينكس يعني اعلى طاقه يعني اكتر ستوبنج بوتنشال، لما اخلي الويف لينكس بعد كده اطول شويه يحصل ايه؟ الطاقه بتاعت الفوتون هتقل اللي انا بعديه، فالكرنت اللي هيطلع هنا هيقل، فهحتاج جهد هنا اقل اقل بالسالب، يعني هو ناقص 1.9 اللي بعدها تبقى مثلا ناقص 1.6 مثلا يعني. في الاخر انت بتاخد الابسوليوت فولتج، ما بتاخد من غير اشاره، بتاخد الابسوليوت فاليو، ماشي الحال؟ فده الجزء الاولاني اللي في التجربه. الجزء الثاني اللي في التجربه انت هتعمل العكس، انت هتثبت على لون معين هو قايله لك في الكتاب مش فاكر 436 باين، هتخلي اللون هنا ثابت وتغير الانتنسيتي، يعني انت هتثبت هنا اللون على 436 مثلا، كويس كده؟ وتحط الانتنسيتي اللي هو قايل عليها، اظن ان هو ابتدى ب4 وبعد كده قلبها 2 حاجه زي كده يعني. يبقى الجزء الثاني انت بتثبت بقى اللون مش بتغير اللون، بتثبت العجله على لون معين اللي هو 436 على ما اظن في الكتاب، كويس؟ وبتحط الانتنسيتي على الرقم اللي هو قايله لك برده في الكتاب باين 4 الفايبر 4 بتاعت العدسه بتاعت الانتنسيتي. وبعدين بتعمل ايه بقى؟ بترسم الاي في كاركترستكس. ايه الاي في كاركترستكس؟ ان انت لما تغير الفولتج بتاع الباور سورس ده هيتغير الكرنت اللي معاك، بتبتدي من الستوبنج بوتنشال يعني بتدور على الجهد اللي يخلي النتيجه صفر، وبعدين تزود الجهد ده، يعني مثلا الجهد ده كان مثلا اللي بيخليك صفر كرنت مثلا ناقص 1.5 فولت مثلا يعني، خلاص كده؟ القرايه اللي بعد كده تخلي مثلا الفولتج ناقص 1 فولت 0 فولت 2 فولت 5 وهكذا، وتقعد تمشي تمشي تمشي، كل ما تزود الفولت بالبوزيتيف ده يساعد التيار انه يمشي ولا يعكسه؟ لما الجهد يبقى بوزيتيف ايه اللي هيحصل؟ هيساعده. الكرنت بقى ترسم الاي في كاركترستكس ازاي؟ كل ما الجهد يزيد انا اتوقع ان الكرنت يزيد عند لون ثابت عند انتنسيتي ثابت، يعني انا مثبت هنا اللون ومثبت الانتنسيتي، بس اللي هيحصل ان انا هزود الفولتج واشوف الكرنت بيزيد معاه ازاي، وارسم الاي في كاركترستكس، خلاص كده؟ المفروض الاي في كاركترستكس كل ما ازود الفولتج يزيد الكرنت، ازود الفولتج يزيد الكرنت، لحد امتى؟ هوصل لحد قيم فولتج في الاخر الجدول عندها الكرنت ساتوريتد، الكرنت ثابت قيمه ثابته. ليه؟ ثيوريتيكلي لان الجهد ده عنده اصبح ان كل عند جهد معين كل الالكترونات اللي ممكن اسحبها من هنا اتسحبت، مهما زودت الجهد بعد كده مش هقدر اسحب الكترونات اكتر عند هذا الويف لينكس عند هذه الانتنسيتي، خلاص؟ وبعدين في نفس الجزء الثاني برضو هتروح بقى وانت مثبت اللون تغير الانتنسيتي وتبتدي من اول وجديد، ترسم الاي في كاركترستكس ثاني، تبتدي من جهد الايقاف او السوبر بوتنشال اللي عنده كرنت بصفر، وتقعد تزود الفولتج ستيبس بقى مثلا وحيد او اتنينات، وتشوف الكرنت كام، وترسم الاي في كاركترستكس عند نفس اللون بس انتنسيتي ثانيه، تمام؟ عشان تكتشف انه لما اللون ثابت
الستوبنج بوتنشال ثابت، الانتنسيتي لما تزيد الكرنت هيزيد. الكلام ده هتاخده في النظر، يعني ان الانتنسيتي لما تسبح بانتنسيتي اعلى هيبقى في كرنت اعلى عند نفس الـ عند نفس الويف لينكس يعني، بس الستوبنج بوتنشال هو الستوبنج بوتنشال بيجي من هنا. فهمتوا حاجه من اللي انا بقوله ده؟ فهمتوا يا اولاد؟ هزوا دماغكم بقى عشان الفيديو يطلع كويس. طيب هو انتوا مش شايفين في الفيديو بس انتوا بتهزوا دماغكم. ماشي اوكي.